سبع سنوات على سيطرة مسلحي جبهة النصرة على مدينة إدلب تحت مسمى جيش الفتح، وبالتنسيق مع 18 فصيلا مسلحا دخل شرعي النصرة المدينة في أول ظهور علني لراية تنظيم القاعدة في سوريا، في مشهد مشابه تماما لسيطرة داعش على مدينة الرقة. شكل ما سمي بجيش الفتح في آذار من عام 2015. هذا الجيش كان بداية عملياته هو السيطرة على إدلب في نهاية آذار 2015. السيطرة على إدلب فتحت آفاق جبهة النصرة لكي توسع تمددها باتجاه المحافظات الأخرى. أحلام الجولاني بالتوسع إلى خارج إطار إدلب تكسرت عند أبواب مدينة حلب، ومعها أميط اللثام عن أحلامه بالتفرد في حكم إمارته بإدلب، فعمل على إنهاء دور إخوة الجهاد ممن قاتلوا إلى جانبه تحت راية جيش الفتح، وأنهى دور الفصائل التي سلحتها ودربتها واشنطن قبل أن يقضي على دور بقية الفصائل المسلحة. ثم فتح خطوط اتصال مباشر مع الإدارة الأمريكية، توجت بزيارة الصحفي مارتن سميث إلى إدلب، وثم بعد ذلك وضعت قواعد تنسيق دائمة ودعم أمريكي وخطوط اتصال مباشرة مع الجولاني، حتى أن الولايات المتحدة وضعت خطوط حمراء على تركيا بعدم البث بالجولاني أو الاقتراب منه. إنهاء دور الفصائل المسلحة في إدلب وتفرد النصرة بالسيطرة على المدينة لم ينهي العلاقة بين أنقرة والجولاني، الذي عمل أيضا على إظهار الهيئة بصورة مغايرة في مسعى إلى رفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب، مسعى لم يمنع تحويل المنطقة إلى نقطة تجمع للفصائل المسلحة الأجنبية وبقايا داعش. تفرد الجولاني في السيطرة على إدلب مكنه من تحويلها إلى إمارة خاصة حافظ من خلالها على تنسيق عالي المستوى مع أنقرة، كما ضمن تأمين منطقة آمنة للمسلحين الأجانب من فصائل تشكل امتدادا للقاعدة في شمال سوريا. رضا الباشا، حلب، الميادين.